المؤلف والسيناريست وليد كمال بدأ مشواره مع الكتابة من خلال مسرح الطفل في الفترة من عام 2001 وحتى عام 2004، حيث قدم مسرحيات زي فصيح في الغابة عام 2003 مع نضال الشافعي، كمان قدم مسرحية الفراعنة دوت كوم عام 2006 مع مي عبد النبي وسيد جبر. اتجه وليد كمال للكتابة الإذاعية، حيث قدم العديد من المسلسلات الإذاعية مع نجوم الإذاعة طبعا، وأيضا نجوم سينما زي محمد هنيدي ودنيا سمير غانم. تعالوا نشوف الجزء الأول من لقاء كاميرا فلاش بالمؤلف والسيناريست وليد كمال، واللي هيكلمنا في الجزء الأول عن رأيه في دراما رمضان السنة دي. تعالوا نشوف هيقول لنا إيه في هذه المسلسلات السنة دي في رمضان. دراما رمضان 2020 فيها حاجات مميزة جدا، وأنا في رأيي إنها بتختلف كتير عن دراما رمضان 2019، على رأسها طبعا ويأتي خارج المنافسة مسلسل الاختيار. هو مش بينافس ومفيش حد بينافسه، لأن دي دراما أبطال وشهداء زي دراما السير الهلالية. يعني دايما أنا بتكلم عن الأدب الشعبي أو الأبطال، فدايما هم بيبقوا خارج المنافسة. من أبرز الحاجات اللي تعتبر نقلة نوعية في دراما رمضان 2020 هي مسلسل النهاية للصديق والأستاذ عمرو سمير عاطف. هو نقلنا نقلة نوعية في على مستوى الصورة، على مستوى الخيال العلمي، لأن ده يعتبر أول مسلسل خيال علمي في مصر وفي الوطن العربي بصفة عامة. مسلسل الاختيار حقيقي عامل حالة من الوعي عند الناس، عامل حالة من المكاشفة. كتير بنسمع عن الجماعة الإرهابية، كتير بنسمع عن الأبطال وأدوارهم، لكن النهاردة احنا بنقدر نعيش التفاصيل معهم بشكل كامل. ولادنا في البيت، ابني على سبيل المثال بيقول لي أنا عايز أقوم بكرة أقدم في الصاعقة. كتير من زملائنا وأصدقائنا على الفيسبوك تكتشف إن هم بيقول لك ولادنا بيسألونا عن تفاصيل، ولادنا حابين الجيش، ولادنا حابين كذا، لأن هو ده هي فكرة إنك بتعرض الأشياء بحقيقتها. ومن الحاجات المميزه جدا في مسلسل الاختيار ان هو بيحرص في كل حلقه تقريبا على انه يجيب صور حقيقيه وفيديوهات حقيقيه للبطل احمد منسي، فده عامل حاله من الشجن وحاله من التعاطف بشكل عام والحماس تجاه المسلسل. انا اخر حاجه كنت اعملها مسلسل اربعه في مهمه اذاعيه للنجم اشرف عبد الباقي وابطال مسرح مصر، والحمد لله خدت بيه احسن مسلسل كوميدي في رمضان في استفتاء مجله وشوشه وجريده الفجر. لكن السنه دي انا ما دخلتش رمضان. هو طبعا الانتاج طبعا بدا يقل كتير وبدا يبقى فيه محدوديه شويه، فطبعا كل ما بيبقى عدد، يعني ما نعمل 70 مسلسل مش زي ما نعمل 30 او 35 مسلسل. كتب المؤلف والسيناريست وليد كمال، وشارك في كتابه العديد ايضا من اعمال الرسوم المتحركه للاطفال مع عمرو سمير عاطف، ومن اهم اعماله ومشاركاته في كتابه حلقات عالم سمسم، وده كان عام 2004. كمان قدم مسلسل الكنز للرسوم المتحركه، وده كان عام 2008، وقدم بعدها مسلسل رسوم متحركة غريب في أرض العجائب عام 2009. بدأ السيناريست وليد كمال أيضا الكتابة للإذاعة في 2011 من خلال مسلسل الآن في مصر للنجم محمد هنيدي، وكمان قدم أحلام سعيدة مع دنيا سمير غانم عام 2013. تعالوا نستكمل لقائنا دلوقتي مع الكاتب والسيناريست وليد كمال، واللي هيكلمنا في هذا اللقاء عن أهم أعماله الإذاعية. يلا بينا. أنا بدأت الكتابة بمسلسل النجم محمد هنيدي وهند صبري، كان اسمه الآن في مصر، اتذاع على نجوم اف ام، كان مسلسل إذاعي والحمد لله حقق نجاح مقبول جدا. بعدها كتبت للنجمة دنيا سمير غانم مسلسل أحلام سعيدة، واتذاع على راديو 90 90، وشارك فيه مجموعة كبيرة من الكوميديانات. بعدها كتبت مسلسلات بوليسية على نجوم اف ام وعلى راديو 90 90 وعلى ميجا اف ام. المسلسل الإذاعي بيختلف عن المسلسل التلفزيوني في ان هو له طريقة كتابة مختلفة، ان انت بتعتمد على السمع في تلقي كل ما تتلقاه من احاسيس ومشاعر، غير التلفزيون انت بتشوف بعينك فبتبقى الحكايه مختلفه. لكن الاذاعه طول عمرها من واحنا صغيرين دايما يقولوا ان الاذاعه هي بتنمي الخيال، يعني اللي انت بتتخيل دايما الصوره، بتحط صوره الابطال في ذهنك، بتحط صوره المشاهد، بتحط صوره الحاجات، فدايما الاذاعه بتدي خيال اكبر من التلفزيون. ان شاء الله بحضر لفيلم جديد سينما اسمه فيلم كازانوفل، يعني التاج لاين بتاعه بقول عندما يتحول كازانوفا الى كازانوفل، وده فيلم كوميدي الحمد لله خد موافقه في اكبر شركه من شركات الانتاج اللي بتنتج حاليا في السوق. بس لسه ان شاء الله موضوع بقى خطه الانتاج، وان احنا بنعمل جلسات عمل مع المخرج، يعني ماشيين في الاجراءات باذن الله. ده اول فيلم بالنسبه لي للسينما باذن الله.
لا شك الاحداث اللي احنا فيها وازمه كورونا بتاثر على العالم كله في انها بتدي محدوديه شويه، واحيانا بتدي ريسك بقى. المنتج بيخاف يغامر النهارده بان هو يبدا في فيلم جديد ويصرف عليه ملايين وهو مش عارف الاقبال في السينما هيبقى شكله ايه والتجمعات هتبقى شكلها ايه. ولكن في نفس الوقت كل حاجه بيبقى فيها ميزه وفيها عيب. النهارده بنشوف في امريكا اول فيلم بيتصور عن بعد، يعني بداوا يصوروا المشاهد بيروحوا الاماكن ويركبوا كروما، وكل كل ممثل بيمثل دوره وفي الاخر بيجمعوا الشغل ده. فانا متوقع ان احنا ممكن يفتح افاق جديده، ممكن على النت والمنصات النهارده بدات تعمل شغل كويس جدا، فالموضوع ممكن يختلف. وخاصه ان شاء الله بعد ما تنتهي الازمه على خير يا رب. انا واثق ان احنا هنبقى محتاجين جرعه كبيره من الكوميديا في السينمات. الناس هتعوز عايزه تخرج، هتبقى مقبله على الخروج، هتبقى عايزه تخرج، وهيبقى عايزين جرعات كوميديه عاليه جدا.